انا غادي نسبقكم انت مرتي بعدا تحيدون عاد نجيكم انتوما. فدرت واحد الرحله فرديه من مراكش مرورا بالمغرب، اسبانيا، فرنسا، ايطاليا، سلوفينيا، كرواتيا، صربيا، بلغاريا، ومن ثم الى تركيا. وتركيا بوحدها درت فيها 1500 كيلومتر بحيث مشيت من اسطنبول الى مدينه اسكندرون اللي هي كتوجد في الحداده السوريه. مع الاسف السوريين ما يمكنناش ندوزو من عندهم، وخديت تما واحد الباطو اللي هو هذاك الباطو ديال تيهزي لي كاميون، ومن ثم قطعت مع هذاك الكاميون لمده 5 ايام، ودزنا من قناه السويس الى مدينه ضبع اللي كاينه في السعوديه. وكانت المناسبه انه تجمع ديال اصحاب الدراجات الناريه كانوا دايرين واحد الاحتفال في مدينه عرعر، وتما دوزت معهم الاحتفال، ومن ثم ما يمكنش نمشي للسعوديه بلا ما ندير العمره. فمن ثم مشيت ومشيت للمدينه، ومن المدينه الى مكه، ومن مكه الى جده، ومن جده عاود خديت ثاني على الكوت على 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 الى الى حتى وصلت حتى وصلت الاردن، ومن الاردن العقبه كان عندي في اشغل سنين ندير. مشيت لعمان، من عمان الى فلسطين، شفت مشيت للقدس، صليت في القدس، مشيت للمقامات الابراهيميه، ويعني ورحبوا بيا هذوك الناس الفلسطينيين لواحد الدرجه لا تتصور على البال. على كل حال من تما بقى عندي مشكل، منين غادي نقطع؟ لانه هذا هو المشكل اللي غادي يطرحه اي واحد، اي مغربي واي واحد مشى لتما. لما يوصل لفلسطين منين غادي يخرج باش يمشي لاوروبا؟ فكان عندي المنفذ الوحيد هو حيفا. فمشيت في حيفا وقبضت الباطو، ومن تما داني الى اليونان، واحد واحد المدينه قريبه لاتينا، سميتها مشات لي السميه ديالها. على كلها مدينه صغيره. ومن تما خديت الطوله كلها هي الى غايه ماسيدوان. ماسيدوان بالعربيه هي ماسيدوان، عندها سميه بالعربيه ماسيدوان. ماسيدوان صربيا، صربيا كرواتيا، كرواتيا سرب سلوفانيا، ومن سلوفانيا هذه المره ماشي ايطاليا، مشيت على لوتريش. لوتريش من لوتريش الالمان، ومن الالمان لفرنسا، ومن فرنسا جيت لايطاليا باش نشارك مع خوتي المهاجرين الحفله ديال 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 ديال, ديال المسيره الخضراء. وكان عندي استقبال من طرف السيد القنصل العام لمدينه تورونتو، واستقبلوني وكرموني في حقيقه. تكرمت بالنسبه للناس ديال ابو مازين في يعني كرمني على يد المحافظ ديال مدينه الخليل، وهذا شرف ليا. وتكرمت عند القنصل العام ديال تورونتو، وهذا التكريم كله تيرجع للكلوب، لانه انا كنتمي للكلوب الكلوب جولدوين المغرب، اللي هما دعموني ماشي معنويا وحتى ماديا، لانه ماديا ياك ما خسرتك شي حاجه، ياك ما خسرت لك شي حاجه في الموتور. على كل حال فانا ناشط بزاف وفرحان حيت تلاقيت بكم، وفرحان حيت درت معكم هذا التصريح. وقت ما وكنقول بانه غادي نعاود هذه المشي هذه، وغادي نمشي مع الكلوب ديالنا.